السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأحبة الكرام. وصلنا بفضل الله تعالى بكورس بناء المهندس المدني إلى قراءة مخطط إنشائي لسقف سوليد سلاب مكون من طبقتين تسليح، يعني تقريبا مثل الفلات سلاب. طيب، هذه صورة المخطط الإنشائي للسقف السوليد سلاب هذا. أولا نلاحظ هنا هذه الأشكال المحوقة بالدوائر السوداء ترمز إلى الأعمدة، يعني هذا عمود. أحيانا بالمخطط يكون معطيك أبعاد العمود، يعني مثلا يكون مكتوب عند العمود مثلا هنا لنقل 30 سنتي، وهنا مثلا البعد الثاني مثلا 60 سنتي. فهذه الأطوال أحيانا تكون موجودة داخل المخطط الإنشائي نفسه. طيب، هذا يا كرام فاصل تمدد، هذا المشار إليه بالسهم الأصفر هو فاصل تمدد يفصل المبنى إلى اثنين. نلاحظ هذا جزء وهذا جزء ثاني من بعد الفاصل. طبعا نلاحظ هنا ماذا يوجد؟ هذا المحوق بالدائرة البيضاء هو جدار قص أو جدار متكرر بالمبنى. نلاحظ طبعا يوجد فاصل تمدد بين الاثنين، فهذا جدار ومن هنا من المنطقة من الجهة الثانية جدار قص ثاني. طبعا يا كرام موضوع الفواصل الإنشائية وفواصل التمدد هذه سنتحدث عنها بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى. طيب، هذه الفتحات التي تكون موجودة داخل الجدار أو داخل المخطط الإنشائي التي تكون معلمة بشكل إكس مثل هذه التي عند الدائرة هكذا، هذه ترمز إلى وجود فتحة، يعني وجود فراغ بالسقف، منور مثلا. طيب، يتضح معنا أن طول المنور هذا كم؟ طول المنور 85 سنتي. طيب العرض كم عرضه؟ أعطانا العرض 30 سنتي. طيب هنا كم منور عندنا؟ عندنا منورين اثنين، هذا الأول وهذا الثاني. طيب يوجد بينهما مسافة، يعني هنا بين المنور الأول والمنور الثاني مسافة، كم تساوي هذه المسافة؟ أعطاك إياها تساوي 10 سنتي. نلاحظ هذه هي المناور، يكون طول المنور يعني كخرسانة 85 سنتي كما أعطانا بالمخطط وعرضها 30 سنتي. طيب سؤال، هنا بالخشب هذا كم ستكون هذه المسافة بخشب المنور؟ نحن نعرف أنه أعطانا بالمخطط أن طول المنور 85 سنتي. طب هذه المسافة من هنا إلى هنا كم تكون؟ 85 سنتي أم أكثر أم أقل؟ الإجابة لما تأتي وتقيسها ستكون أكثر. لماذا؟ لأنه بداخل هذه الخشب سيتم تركها. طبعا هنا يوجد سمك الخشب من هنا وسمك الخشب من هنا، طبعا بلايوود هذا 2.5 من هنا و2.5 من هنا، فهذه المسافة كم ستكون؟ ستكون 90 سنتي. لماذا؟ لوجود خشب بلايوود من الجهتين. طيب قلنا عرضها 30 سنتي كخرسانة، نلاحظ هنا سأقرب الصورة أكثر، نلاحظ العرض كم؟ العرض 30 سنتي. نلاحظ هنا وجود بلايوود، هذا سمك وهذا سمك بلايوود، 2.5 × 2.5. فإذا كان عرض الفتحة 30 سنتي، هذه المسافة من أول الخشب لآخر الخشب كم ستكون؟ تكون 35 سنتي. لماذا؟ لوجود سمك خشب البلايوود. طبعا والمسافة بين المنورين كم كانت؟ قلنا لاحظوا المسافة هنا 10 سنتي بين 85 و85 بين الأطوال. نلاحظ هذه المسافة ها هنا هي 10 سنتي، هذه المسافة 10 سنتي.
طيب الآن سنتحدث عن حديد تسليح السقف. نلاحظ ماذا يعطينا؟ أعطانا سيخ، هذا هو، لاحظوا السيخ يبدأ من هنا وينتهي عند نهاية الجدار هنا، نلاحظ هذا هو السيخ ككل. طيب هذا السيخ ماذا أعطاك؟ قال 5T12، 5 يعني 5 أسياخ، تمام؟ الآن T12 يعني قطر كل سيخ منها يساوي 12 مليمتر. طول هذا السيخ، طول السيخ هذا كله كم يكون؟ قال لك L equal 12، يعني طول السيخ 12 متر، 12 متر طول السيخ. طيب هذا تسليح علوي أو سفلي؟ قال لك bottom، BOT ترمز لبوتوم، يعني تسليح سفلي. فهنا يا كرام هذا تسليح سفلي، هذا هو، نضع بكل واحد متر 5 أسياخ، يعني هنا مثلا لنقل مثلا من هنا إلى هنا 1 متر، سيخ، سيخين، 3 4 5 أسياخ، بكل 1 متر نضع 5 أسياخ، وهكذا تستمر حتى تصل إلى ماذا؟ حتى تعترضها عارض. هنا ما الذي اعترضنا؟ اعترضنا وجود منور، هذا هو وجود مناور هنا. طيب بهذه الحالة السيخ هذا هنا لن يستمر إلى النهاية كما هو الواضح هنا، لماذا؟ لأنه بالأصل سيصطدم بالمنور، لاحظوا سيصل إلى هنا ويصطدم بالمنور، فهنا نهاية السيخ، هذه نهاية السيخ من هنا إلى هنا، بالتالي بحالة كهذه يعطيك هو سيخ ثاني، يعني نوعية سيخ آخر. فنلاحظ مثلا هنا هذا هو أعطانا عند منطقة المناور، لاحظوا يا كرام عند هذه المنطقة ماذا أعطانا؟ أعطانا حديد تسليح يبدأ من أول المنور وينتهي إلى هنا، واضح؟ يعني لاحظوا السيخ هذا هو يبدأ وينتهي. طيب كم سيخ هنا بهذه المنطقة، بمنطقة المناور كم سيخ سنضع؟ قال لك 5T12 يعني 5 أسياخ، T12 يعني ما بعد التي يعني القطر، أحيانا تكون 5T12، أحيانا تكون 5Φ12، أحيانا تكون 5Y12، كلها نفس الفكرة، سواء تي أو فاي أو واي، يعني ما بعده يكون قطر التسليح. الشاهد يا كرام هنا ماذا تحدثنا قبل قليل؟ قلنا بهذه الصورة هنا هذه 5 أسياخ، طول السيخ 12 متر. طب هذه الأسياخ 12 متر تبدأ من أول الجدار إلى هنا، طيب لما وصلنا لهذه المنطقة اعترضنا منور، بالتالي لا نستطيع، يعني فتحة، يعني لا يمكن أن يوجد سيخ تسليح يصل إلى نهاية الفتحة، بالتالي أعطانا تسليح جديد عند منطقة المنور وهي 5 أسياخ، قطر السيخ 12 ملم، طول السيخ كم طول السيخ؟ طول السيخ 10 متر. طيب علوي أو سفلي؟ طبعا سفلي، قال لك بوتوم، بوتوم يعني سفلي، تمام؟ فهنا نضع 5 أسياخ بالمتر. ما معنى 5 أسياخ بالمتر؟ يعني المسافة بين السيخ والسيخ تكون 20 سنتي. طيب هنا يا كرام بهذه المنطقة العلوية، يعني ليس العلوية، ما بعد، طبعا دعكم من هذا المكتوب، تمام؟ الآن نحن تحدثنا عن ماذا؟ تحدثنا عن وجود هذا السيخ، وقلنا أنه يمتد من أول السقف حتى يصل لمنطقة المنور. طبعا عند منطقة المنور وكونه يوجد حاجز هنا أو مانع وهو الفتحات، وضعنا سيخ ثاني بطول أقل. طيب الآن
في المنطقة العلوية هنا، يعني ما بعد المنور هذه المنطقة، التسليح السفلي كم سيكون؟ هل هو سنعتبر أن طول السيخ 12 أو طول السيخ 10؟ تعالوا ننظر، هل يوجد تسليح سفلي أعطانا هنا؟ لا يوجد، لاحظتم لا يوجد. هنا طبعا أعطاك هنا قال بوتوم توب، عفوا توب يعني علوي. نحن الآن نبحث عن أسياخ سفلية بهذه المنطقة التي ما بعد المناور، كونه لا يوجد تسليح أعطاك إياه بوتوم على نفس الخط، يعني على هذا الخط، كونه ما أعطانا تسليح سفلي على نفس الخط، فأيهما نأخذ؟ نأخذ هذا التسليح نفسه، هذا. فهذا التسليح الذي أعطاك إياه، لاحظوا السهم كيف هو ممدود، ممدود إلى هذا السيخ، تمام؟ فهذا هو الذي تأخذه كحديد تسليح سفلي، تفرشه على كامل السقف من أسفل للأعلى، فقط عند منطقة المناور كونه يوجد عارض نضع ماذا؟ نضع هذا أبو طول 10. أما من هنا يعني ما بعد المناور نفس الفكرة، نضع السيخ الذي هو بطول 12 متر، هذا هو. طيب الآن يا كرام، هذا تعرفون فرش وغطاء، هذا فرش، طيب هذا بوتوم، أو دعكم من كلمة فرش وغطاء، على اتجاه أكس، تعرفون أنتم الحديد على اتجاه أكس واتجاه واي. الآن نحن تحدثنا عن الحديد الذي باتجاه أكس، هذا والذي عند المنور. طيب الآن الذي باتجاه واي، الحديد الذي باتجاه واي يعني هذا، تمام؟ هذا كيف نأخذه؟ يعطينا إياه هو نفس الفكرة، لاحظوا يا كرام ماذا قال لك هنا، طبعا اتبعوا ما أعلمه أنا هنا، قال لك بوتوم. ما معنى بوتوم؟ يعني حديد تسليح سفلي. طيب هذا حديد التسليح السفلي كم هو؟ 5T12 per meter، يعني 5 أسياخ، قطر السيخ 12 مليمتر، طبعا طبقة سفلية كلمة بوتوم، وطول السيخ كم؟ ال equal 6.5 متر، يعني نضع أسياخ تسليح سفلية بطول 6.5 متر، تمام؟ طيب ما بعد منطقة المنور من هنا مثلا إلى هنا، أي أسياخ نضع؟ هل نكمل بوضع الأسياخ هذه التي هي بستة ونصف متر؟ الجواب لا. نلاحظ هنا ماذا أعطاك؟ 5T12 per meter ال equal 7، يعني 5 أسياخ بكل 1 متر، نضع 5 أسياخ بكل 1 متر، نضع 5، 1 2 3 4 5، يعني المسافة بين السيخ والسيخ 20 سنتي 20 سنتي 20 سنتي، أو حتى 25، عفوا 25 سنتي المسافة بين الأسياخ، ف25 ب25 50 ب25 ب25، 100 سنتي، تمام؟ فهنا يا أحبة دائما عند وجود عارض مثل هذا المنور يكون التسليح عند حسب منطقة المنور، يعني هنا أعطانا على اتجاه أكس وهنا أعطانا على اتجاه واي. أما باقي السقف فنعتبره الحديد الثاني، فهنا طول الحديد 7 أمتار، لاحظوا نهاية السيخ تصل إلى أين؟ إلى ما بعد المنور، فنكمل حديد التسليح السفلي بهذا الشكل، طبعا 5 أسياخ بالمتر الواحد، تمام؟ هذه هي نفس الفكرة، يعني بالمتر الواحد مثل هذه الصورة يوجد 5 أسياخ تسليح سفلية. طيب هذا كله مشروح. طيب الآن الطبقة العلوية، لاحظوا يا كرام الطبقة العلوية هذه هنا بالسقف ماذا أعطانا؟ أعطاك، لاحظوا هذه العكفة التي على شكل حرف L، لاحظتموها؟ أكبر الصورة، هذه هي
هذه العكفة يعني هنا السيخ، بداية السيخ، تمام. الآن لاحظوا هذا السيخ، طبقة علوية. كيف عرفنا أنها طبقة علوية؟ من كلمة تب. تب يعني علوي. طبعا لو كان المخطط بالعربي يكتبه لك كلمة علوي. على أي حال، خمس أسياخ. لاحظوا إشارة السهم إلى أين؟ هنا. أين هو السيخ؟ فهذا هو السيخ، هذا هو يكمل إلى هنا، تمام. الآن كم سيخ بالمتر الواحد؟ خمس أسياخ. كم قطر السيخ؟ تي 12 يعني 12 مليمتر. كم طول السيخ؟ قال لك الإيكوال 10 يعني طول السيخ 10 أمتار. هذه بالطبقة العلوية، واضح؟ طيب ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ وجود سيخ ثاني، هذا هو، واضح؟ أعطاك 5T12 يعني خمس أسياخ، أيضا بقطر خمس أسياخ بالمتر الواحد، أيضا قطر السيخ 12، والال إيكوال 5 يعني يعني طول السيخ 5 أمتار. فنلاحظ هنا هذه مسافة التلامس بين السيخين، هذه هي، هذه مسافة التلامس أو الالتصاق بين هذا السيخ، ولما نشركه مع سيخ الخمسة متر علوي، تمام؟ هذه هي خمس أسياخ بالطبقة العلوية بالمتر الواحد. طبعا يا كرام، هنا تحدثنا عن التوب الذي هو على خط أكس. لاحظ هنا أعطاك التوب على خط واي. أين هي؟ نعم، ممتاز، أنها غير موجودة حتى أشرحها لكم بإذن الله تعالى وتكون واضحة فيما بعد، تمام يا كرام. طيب سؤال، لاحظوا بهذه الصورة، ودعكم طبعا من الكلام المكتوب، لاحظوا هذه الصورة واتبعوا معي على الواي، على خط واي، يعني الحديد الذي بهذا الشكل، بهذا الاتجاه، تمام، الحديد الذي على خط واي. طيب، والعلوي توب، تبعوا على الواي والتوب. لاحظوا هنا يوجد 5T12 عند المناور. طيب بغير المناور، هل أعطانا حديد تسليح توب؟ لاحظوا هذه بوتوم، تمام، هذه بوتوم، ليست من شأننا، هذه بوتوم أيضا، هذه بوتوم، هذه بوتوم، لكن هنا لاحظوا هذه توب، لكنها توب للحديد هذا الذي هو 5T12 وطول السيخ 5 متر من هنا إلى هنا، يعني أيضا غير موجود الذي على خط واي. طيب لاحظوا هذه العلوية هنا أيضا توب، لكن سهمها أين؟ هذا السهم لهذا الخط 5T12. طيب المسافة هذه هنا كم ستكون كتوب؟ هنا بالمخطط لعلها غير ظاهرة، أو فتبحث في نهاية المخطط من هذه الجهة، إذا كان موجود مثلا أسياخ علوية من أعلى لأسفل، فتتبع هذه الأسياخ على كامل المخطط، يعني مثلا خذ مثال، لو أعطاك هنا وقال لك 5T12 per meter top، وطول السيخ ليس 6.5، لنقل وطول السيخ 7.5، فتكمل بهذا الشكل، فقط عند منطقة المناور يوجد لها طول سيخ 6.5، لكن هنا غير واضحة، تكون موجودة يا كرام بالمخطط. نفس الفكرة، قراءة المخططات للأسقف موضوع جدا سهل. هنا يا أحبة، هذا حديد تسليح مناور، هذا حديد تسليح منور. لاحظوا المناور التي هي على شكل حرف أكس، فيها مثل الأكس، هذه هي، هذا منور وهذا منور. دائما عند المناور قلنا نضع حديد تسليح إضافي. فلاحظوا التسليح هذا، مثلا قال لك 2T
تي 16 يعني سيخين، قطر كل سيخ 16 سنتي. أت 20 ما معنى أت 20؟ يعني المسافة بين السيخ والسيخ تساوي 20 سنتي. طيب عرفنا أن هذا السيخ وهذا سيخ ثاني بقربه والمسافة بينهما 20 سنتي. طيب هذه واضحة. كم طول السيخ؟ قال لك الإيكوال 3، فالطول هذا من هنا إلى الأسفل كم؟ 3 متر. طيب علوي أو سفلي؟ قال لك T and B يعني top and bottom يعني علوي وسفلي، فتضع حديد تسليح سفلي هنا وبالطبقة العلوية أيضا حديد تسليح علوي سيخين. طيب كيف عرفنا أننا نتحدث عن هذه الجهة؟ لاحظ أنت السهم، راقب السهم، أعطاك السهم على هذا السيخ، واضح؟ هذا هو رأس السهم. طيب هذا نفس الفكرة وهذا نفس الفكرة، أعطاك السهم، هذا رأس السهم وهذا رأس السهم، على أي سياخ؟ على هذا وهذا. طيب كيف هي تسليحها؟ 2T16 يعني سيخين بقطر 16 ملي، المسافة بين السيخ والسيخ 20 سنتي، طول السيخ من هنا إلى هنا 4 متر، top and b يعني علوي وسفلي. نلاحظ هذه هي الأسياخ يا أحبة، هذا علوي وهذا علوي، قلنا 2T16 top and bottom يعني علوي وسفلي، سيخين علوي وسيخين سفلي، المسافة بين السيخ والسيخ كم؟ 20 سنتي. طبعا لعل السفلي غير واضح هنا بالصورة، لكن يكون موجود تسليح سفلي أيضا من أسفل. تمام، هذا حديد تسليح إضافي عند المنور. نلاحظ هذا هو حديد التسليح الإضافي، هذا سيخ وهذا سيخ، وهنا أيضا هذا واحد وهذا الثاني، وقلنا أت 20 يعني المسافة بين السيخ والسيخ تساوي 20 سنتيمتر. هذه الأسياخ الإضافية أظنها واضحة عندكم. كيف نعرف الإضافي؟ بالمناسبة الإضافي لا يعكف على شكل حرف L. لاحظوا هذه السيخين، لاحظوا نهايتها، لما وصلوا إلى نهاية السقف هنا لم يعكف لأسفل لا هذا ولا ذاك، إنما وقف كما هو الحال، يعني كأنه خط مستقيم، لاحظوا لم يعكف، فهذا إضافي. قلنا المسافة بين الواحد والثاني 20، وقطر الواحد منهم 16 مليمتر، علوي وسفلي هذين top and bottom، هذين علوي وهذا سفلي من أعلى وأسفل. طيب هنا هذه قراءة مخطط للتسليح الإضافي. دائما التسليح الإضافي بالتسليح السفلي الإضافي bottom السفلي يكون بين الأعمدة، فلاحظوا مثلا معنا هنا هذا عمود وهذا عمود، التسليح الإضافي لاحظوا السيخ من بين الأعمدة. طيب كم المسافة وكم القطر وكم العدد؟ قال لنا 7T10 يعني 7 أسياخ تسليح، قطر كل سيخ 10 ملي، 7 العدد، العشرة القطر، أت 20 يعني المسافة بين السيخ والسيخ، وقال لك L equal 4 يعني طول السيخ هذا كله يساوي 4 متر. علوي أو سفلي؟ قال لك bottom يعني سفلي. دائما التسليح الإضافي السفلي كم؟ يكون بين الأعمدة. طيب قال لنا 7 أسياخ، فهنا بهذه المنطقة نضع سيخ، سيخين، 3 4 5 6 7. طبعا هي قد لا تصل إلى هذا الحد في أرض الواقع، لكن عند منطقة الأعمدة. طيب المسافة بين السيخ والسيخ كم؟ قال لنا 20 سنتي، يعني من هنا ثانيا نغير اللون، نعم
من هنا إلى هنا 20، من هنا إلى هنا 20 سنتي، من هنا 20 سنتي، وهنا 20، وهكذا. طيب كم طول السيخ؟ قال لك ال equal 4، يعني الطول من هنا إلى هنا 4 متر. عسى أن يكون الشرح واضح إن شاء الله. طيب التسليح الإضافي العلوي، التسليح الإضافي العلوي يا كرام يكون من أول العمود إلى آخر العمود، لعلنا نجدها هنا. لاحظوا هذا تسليح إضافي. طيب لاحظوا هنا، هذا هو العمود، تمام. فدائما التسليح الإضافي العلوي يبدأ من قبل العمود وينتهي بعد العمود. مثلا هنا أيضا لاحظوا، يبدأ من قبل العمود وينتهي بعد العمود. هو حدد لك السهم، يعني قال لك plus 5T12، يعني 5 أسياخ، القطر السيخ الواحد 12 ملي at 20، يعني المسافة بين السيخ والسيخ تساوي 20، وقال لنا 5 أسياخ، هذه 5، وطول السيخ كم؟ طول السيخ 3 متر. واضح يا أحبة؟ طيب الآن هذه التي في الصورة يا كرام هي مخطط أو قراءة مخطط إنشائي لحمام. لاحظوا معنا يا أحبة، هذا الحمام أعطاك الأبعاد، يعني حتى تنفذه في أرض الواقع. نلاحظ مثلا المسافة من هنا إلى هنا أعطانا إياها، وهي 305 مثلا، هنا 305، يعني 3.05 متر. طيب هذه المسافة من هنا إلى هنا أعطاك إياها 107، يعني 1.07. طيب هذه المسافة من هنا إلى هنا 137، يعني 1.37. طب هذه المسافة من هنا إلى هنا أعطانا إياها 3.15 متر. بهذا الشكل يتم تنفيذ الحمامات من خلال المخطط. طبعا تلاحظ وجود عمود هنا، نحن نكون محددين هذا العمود في أرض الواقع. من بداية هذا العمود، من أول العمود مباشرة يبدأ هذا الحمام، وتمشي حسب الأطوال، ويبدأ هذا الحمام من أول العمود هذا نفسه من الجهة الثانية. واضح يا أحبة؟ وهنا نفس الفكرة، تختار هذا العمود مثلا في أرض الواقع لتنتقل في التنفيذ منه. الأبعاد معطيك إياها، فقط تتبعها كما هي على أرض الواقع. طبعا لاحظوا يا أحبة، هذا هو العمود الموجود في المخطط، هذا هو نفسه، هذا هو. هذا البعد كم يساوي؟ نرجع للمخطط، أعطانا إياها كم؟ هذه هي 305.61 من أول العمود إلى هنا 305.61. في أرض الواقع هي عبارة عن ماذا؟ هذه هي، هذه هي 305.61، يعني 3.0561 متر. واضح يا كرام؟ هذه هي موضوع قراءة المخططات الإنشائية لسقف سوليد سلاب، مع شرحنا بفضل الله الحديد الإضافي والحديد الرئيسي، وشرحنا وجود الحمامات. طبعا أيضا أحيانا لقراءة مخطط صحي على سبيل المثال يكون معطيك مثلا هذا العمود على سبيل المثال، ويعطيك مثلا ماسورة، مثلا على سبيل المثال يقول لك مثلا 4 بوصة رين ووتر بايب أو أي شيء ثاني، يعني يقول لك مثلا هذه تصريف أو هذه للحمام على سبيل المثال، ماسورة حمام مثلا هنا 4 بوصة، يعطيك المسافة بين الماسورة وبين العمود، يقول لك المسافة بالمخطط نفسه بين المسافة وبين العمود 30 سنتي. تأتي على أرض الواقع تقيس 30 سنتي، فتضع هذه الماسورة بكم؟ ب4 بوصة حسب ما كان معطيك إياه في المخطط
الصحي. إلى هنا يا أحب نكون انتهينا من شرح استلام، أو عفوا من شرح قراءة مخطط لسقف سوليد سلاب مكون من طبقتين تسليح. نتمنى منكم يا أحبة الاشتراك بالقناة، بإذن الله تعالى يوجد على هذه القناة كورس بناء المهندس المدني لأي مهندس أو لأي طالب، أو وخاصة حديثي التخرج والطلاب والمقاولين والعمال. ولدينا كورس هندسة تنفيذ الطرق، كورس مختصر في تنفيذ الطرق مع صور من أرض الواقع، وبإذن الله تعالى وفيه كورس التشطيبات أيضا على هذه القناة. وبإذن الله تعالى سنشرح كورس حساب الكميات قريبا على القناة بإذن الله تعالى. أضف إليه كورس إدارة هندسة السلامة والصحة المهنية. نتمنى منكم يا أحبة الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ويعني جزا الله كل خير كل من يدعم هذه القناة وينشرها بين أصحابه وزملائه وفي المجموعات الهندسية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا من لديه أي سؤال فليتفضل على في التعليقات.